المصافحة لا ما تنقل عدوى، والسلام نظر يعني مو صحيح، لكن الانتقال الصحيح يكون عبر الرذاذ للشخص المصاب أو حامل للفيروس أو ملامسة الأسطح. متى تكون المصافحة تسبب انتقال؟ إذا الشخص كح أو عطس في يده وأعطاك الفيروس قال لك تفضل كوفيد. عشان كذا نركز ونحرص دائما إنه آداب السعال والعطاس، إذا عطست أو سعلت عندك منديل أو استخدم طرف الكوم.